فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من باب التعلم ويظهر صوتها في الإذاعة أو في القنوات الفضائية لتتعلم القرآن؟ تعلم القرآن بغير هذه الطريقة، تعلم القرآن في بيتها في مدرستها، وأما في وسائل الإعلام أمام الناس ومسمع الناس هذا لا أصل له. نعم، بل صوت المرأة عورة. نعم.